تعالوا اقول لكم هنعمله ازاي. هحتاج ايه؟ هحتاج فسيخ، ليمون، زيت زيتون من وادي فود، وكمان شطه، وكمان بحط عليه خل تفاح بيبقى تحفه. طبعا للتقديم بصل جوليان، بصل اخضر، ليمون انصاص، وهحتاج اكياس كبيره. ليه بقى؟ علشان زي ما بقولك العمليه تكون نظيفه 100%. انا بهنا بجيب كيس اللي هو الكيس الحراري اكبر مقاس علشان احط فيه الفسيخه بتاعتي واعرف اشتغل وانا مرتاحه. تمام، اهي ادي الفسيخه الجميله دي. ايوه هي دي اللي كانت بوري طبعا وخللناها مع بعض، وانتوا شفتوا خليناها ازاي بطريقه سهله جدا. لو ما كنتوش لسه خللتوا البوري وحولتوه لفسيخ، كل اللي عليكم ان انتوا هتغسلوه كويس جدا جدا، وبعد ما تغسلوه هتسيبوه ينشف، وبعد ما ينشف هتنشفوا خياشيمه كويس جدا بالمناديل وتصفوه كده، يعني يبقى الراس تحت وايه الديل فوق. خلاص نشف تماما، بجيب بقى وبتاكد انه مفيش ولا نقطه ميه، بجيب ملح خشن وكركم وشطه سوداني، بطحنها حلو جدا وبقلب دول على بعض. وكمان مدام لوريس كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، ربنا يعود عليك الايام بخير، قالت لي على اتنين تركتين عجبوني جدا. واحده قالت لي بحط معاهم بابريكا علشان يخلوا اللون حلو، والتاني قالت لي بحط معاه فلفل اسود حصى علشان يمنع اي حاجه وحشه. فانا يعني بقول لكم اهي، انا لسه ما جربتهاش بس انا بثق جدا فيه. طبعا احنا كلنا بنتعلم من بعض وبثق جدا في معلوماتكم. فده اضافه، وبعدين بنلفه بستريتش راب كويس جدا جدا جدا، بنعزله عن الحراره، بنعزله عن الهواء، عن الرطوبه، عن كل حاجه، وبلف كل ثلاثه مع بعض وبحطهم في كيس وكيس 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 وكيس، بعد ما بملى الخياشيم بالخلطه اللي انا قلت لكم عليها دي، بملى الخياشيم وبعدين بقعد الفه في اكياس كتير لحد ايه؟ لحد ما اوصل مثلا 10 اكياس كده، وبعدين احطه في علبه عندي تاخد، وكل 3 ايام اروح حاطه راسه فوق، حاطه ديله تحت، وبدل. كل تقريبا 250 جرام بياخد له في حدود 5 ايام تخليل، عشان ابقى مطلعه الحاجه وضامنه ان هي ايه مستويه معايا جدا. تعالوا بقى ننظف الفسيخ. طيب كلنا بنشيل هم تنظيف الفسيخ، معايا ما تشيليش هم خالص. كيس حراري كبير كده زي ما انت شايفه، اجيب الفسيخه فيه اهي. الله، صوره يا هشام، انا عايزه صوره يا هشام لو سمحت. صوره يا هشام مع الفسيخه الجميله دي اهي. خلاص، وبعدين اروح حطاها في الكيس بتاعي اهو. تمام، بقول لكم هننضف فسيخ من غير اي بهدله. وبعدين اجيب، انا جايبه اهو كمان الكيس شفاف علشان تشوفوا كل حاجه، معلقه، كل اللي انا عايزاه معلقه، وجوه الكيس واعمل ايه القشر كده بالراحه عكس الاتجاه، هلاقي ان كله بيطلع معايا بمنتهى السهوله ومفيش قشرايه هتطلع لك بره. نضفي بقى الكميه اللي انت عايزاها وانت ضامنه ان مفيش اي بهدله بعد ما هتخلصي اهو. شايفين كل الجنب ده اتشال اهو من غير اي حاجه ما تخرج بره. اقلب على الجنب التاني اهو، شايفين السهوله يا جماعه، معلقتي في ايدي وعلى طول عكس الاتجاه. المعلقه هي بتاعتي النهارده اللي هتكون يعني الاداه بتاعتي الساحره لتنظيف الفسيخ وكمان خليه. انا كمان بخليه بالمعلقه اهو. موضوع سهل قوي قوي وهتحبوه لو بتشيلوا هم تنظيف الفسيخ من النهارده. خلاص الموضوع سهل قوي اهو، بس كده كل حاجه نزلت جوه، مفيش اي حاجه بره اهو. شايفين؟ اوه، بعد التنظيف، سوري يا هشام، بعد التنظيف اهي. شايفين بقى مفيش فيها ولا اي حاجه من القشر السمك اهو. طيب وبعدين اروح جايبه بقى بلانشه حلوه عندي كده، واروح شايله الراس اهي.
تمام. الناس بقى اللي بتحب القزقزه افتكروني، ها هشيل الراس واحطها في الكيس عندي، وبعدين هروح فاتحه اهو من القلب. واحده واحده كده، الله الله على الجمال واللون التحفه. عايزه اقول لكم صدقوني ما شم اي ريحه وحشه يا جماعه، ما انا شايفاه بالنسبه لي يعني ده احلى اكله في الدنيا، فمعقول هشم فيه ريحه وحشه؟ بصوا نضفته ازاي بالسكينه اهو، كل حاجه اهي نضفتها، ما بقاش عندي حاجه خالص. اعمل ايه؟ اشيل ده كده واشيل ده كده حتت ايه عندي، واكمل الفتح للاخر خالص. بصوا بقى بايدي اهو بشيل العمود الفقري اللي هي السلسلة. طبعا في ناس قبل ما تبدأ تاكل الفسيخ لازم دي تكون ايه مقزقزاها، صح ولا انا غلطانة؟ اهي شلتها خالص. بصوا ما فيهاش ايه يعني لو ناس بتحب القزقزه فسيبولهم ايه حته فيها، لانها هتطلع معاكي بمنتهى السهوله. خلاص هدخلها برضو الكيس، اجي بقى دول كمان هدخلهم الكيس. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ مش مستحمله، بالمعلقه برضو، واروح جايبه ايه، شايفين بقى معايا الفسيخه، هطلع اللحم من الجلد في خطوه واحده. بصوا 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 قول لي بيحصل معايا، شايفين هيطلع معايا النص بحاله اهو، واخدين بالكم؟ بمنتهى السهوله بقى نص معايا كامل، الله اهي، ولا مهريه ولا جزء. بصوا عامله ازاي حته بحالها، بصوا عامله ازاي في ايدي بحالها اهي، الله 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 لونه يجنن. تعالوا نعمل ايه التانيه اهي، بجيبها من الاخر خالص، ما بسيبش فتفوته في قلب الجلد اهي، شايفين موضوع سهل جدا جدا. وعايز اقول لكم الفكره دي بتاكل كتير بقى. ليه بقى الناس اللي بتشيل هم ان هي لسه هتقعد وتفصص؟ لا خالص، ده احنا هناخد على طول على العيش وناكل اهي. طبعا يبقى حلو جدا لو انت عازمه ناس عندك، الموضوع بيبقى سهل قوي قوي قوي، تحطي في اطباق بقى كل واحد ياخد في طبقه، الموضوع بيبقى سهل كتير بالطريقه دي. بصوا ادي اللي كانت فسيخيه، شايفين بقت ايه؟ بقت جلد، ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش ولا حته لحمه موجوده لسه في الجلد، الله. طبعا في ناس بتموت برضو في القزقزه هيحبوها قوي. طيب نجيب بقى الطبق بتاعنا، احب بقى ان انا ايه اقطعها. بص ممكن كمان اشيل اهو كمان شويه الشوك دول. امال يا جماعه هي اكله هناكلها فلازم ناكلها صح، وبعدين على شوقة بقى، ده احنا لما بناكل الفسيخ ده ما احنا بناكلوش كل يوم، فعلى شوقة بس كده اهو. تمام شفتوا ازاي كمان بطلع اي حاجه فيه. طيب اروح اجيب الطبق بتاعي بقى، ما لقيتش احلى من الطبق ده علشان احط فيه بصراحه، ازينه ازين الفسيخ، واقطع بقى الجزل عندي
انا بحب جدا افرد الطبق عندي هنا بصل. بصل احمر طبعا يا جماعه، ليه؟ لانه بيكون فيه نسبه تسكيره شويه، ما بيكونش حامي قوي، فبيكون حلو قوي في اكله اهو. وبعدين ابدا ايه ارصص الفسيخ كده عليه اللي انا عملته وقطعته. الله، شفتوا اول واحده عملتها ازاي؟ هعمل الثانيه بقى في الفاصل وارجع اقول لكم برش عليه ايه بقى وبحط عليه ايه تاني ونقدمه مع بعض. استنونا.